وللحديث أكثر عن المجزرة التي وقعت في صلاح الدين والتي وقع ضحيتها 11 أو 12 مدنيا بينهم أطفال، تنضم إلينا الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، عبر الهاتف من لندن. أهلا بك دكتورة فاطمة. بداية، مقتل 12 مدنيا بينهم 4 أطفال في قضاء بلد بصلاح الدين على يد ميليشيا العصائب، بما تصنف مثل هذه الجريمة في القانون الدولي الإنساني؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. أهلا بك. يعني كما هو واضح من المعلومات التي وصلت عن كيفية وضحايا هذه الجريمة البشعة، أنهم جميعا من عائلة بينهم صلة قرابة، أولاد عم وغيرها وأقارب. يعني أن هناك استهداف مباشر لهذه العوائل، وهذا يعني في العرف القانوني أنها جريمة إبادة جماعية، وهي جريمة من جرائم الحرب وجريمة ضد الإنسانية. الحقيقة يعني جريمة مثل هذا الحجم الحقيقة، والتي تمت على يد ميليشيا عصائب أهل الحق، تؤكد أن هناك يعني نية مبيتة وراء هذه تنفيذ هذه الجريمة، خاصة وأن هذه القوة التابعة لميليشيا عصائب الحق حسب المعلومات أنها كانت تتأكد من عدم وجود كاميرات مراقبة وغيرها، وأنها عادت إلى منطقة الجريمة بعد تنفيذها من أجل أن تتأكد من أنه لا يوجد من يستطيع أن يوصل الخبر. كذلك فإن القوات الحكومية مشاركة في هذه الجريمة، لأنها حسب المعلومات أيضا وردتها اتصالات من الأهالي تستغيث وتطلب النجدة والمساعدة دون أن تقدم أي مساعدة. إذن القوات الحكومية مشتركة مع ميليشيا عصائب الحق في تنفيذ هذه الجريمة، جريمة الإبادة وجريمة ضد الإنسانية. نعم. دكتورة فاطمة، المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أكد أن ميليشيا العصائب هي من ارتكبت المجزرة، كما تفضلت باقتضاب في إجابتك على السؤال السابق. سؤالي الآن، هل لهذا علاقة مع استمرار سياسة الإفلات من العقاب مثلا؟ بالتأكيد، يعني قبل كل شيء هناك يعني قوانين نافذة في العراق منذ زمن تأسيس الدولة العراقية. ولكن هذا كما هو معروف أن الميليشيات وهي طبيعتها وتركيبتها لا تسمح لها بالانصياع لأي قانون. قانونها هو قانون العصابات، وقانونها هو ما تريد أن تنسخها وتقوم بأعمال بنفسها. الحقيقة سياسة الإفلات من العقاب يعني أصبحت معروفة وواضحة في العراق منذ عام 2003، منذ الاحتلال الأمريكي للعراق، وذلك كما هو أيضا معروف لدمج الكثير من عناصر الميليشيات في ما تسمى القوات الأمنية العراقية بعد حل الجيش والقوات الوطنية التي تحفظ الأمن، التي كانت أصلا هي يعني طريقتها وطريقة تدريبها وأصلا قاعدتها مبنية على أساس الوطنية والانتماء للوطن، وليست على أساس مصالح شخصية لميليشيات معينة. نعم. دكتورة فاطمة، يعني مثلا هل تتوقعين أن تقوم الحكومة بامتصاص هذا الحدث وغضب الشارع من خلال تأسيسها أو تشكيلها لجنة للتحقيق في هذه المجزرة، وكما حصل سابقا تكون مخرجات هذه اللجنة دون أي نتائج كما يحصل مع كل جريمة منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا؟ يعني على حد علمي أنه لم يعد أحد في العراق يهتم لوجود هذه اللجان أو تشكيلها من قبل الحكومة. نعم. كان الأجدر والأولى بالحكومة أن تقوم بتطبيق القانون وتطبيقه بحذافيره على جميع الفئات العراقية دون تمييز ودون أي تساهل.
دون أن يستدعي ذلك أن تحدث مثل هذه الجريمة، وبالتالي تشكيل لجان هي أصلا هذه اللجان تأتي فقط من أجل التغطية والتعتيم على جرائم هؤلاء الميليشياويون، وأيضا طريقة لأجل أن يفلتوا أكثر وأكثر من العقاب، خاصة وأننا نعرف جيدا أن لا يد ولا السلطة للحكومة على هذه الميليشيات، بل على العكس أن الميليشيات هي التي يعني تسيطر على الحكومة في العراق. هذه فقط من أجل الدعاية، التشكيل مثل هذه اللجان فقط للدعاية الدولية، ومن أجل إضاعة الوقت، ومن أجل تميع وإماتة أي قضية. نعم. طيب، الواضح حتى اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي يمكن وصفه بالجاد من الحكومة أو وزارة الداخلية مثلا بشأن المجزرة. باعتقادكم دكتورة، ما هي الرسالة من وراء ذلك؟ يعني هي في ما يعني جريمة بهذا الحجم وبهذه البشاعة في مثل هذه المناطق، من يعني نحن لا نتوقع أن تقوم الحكومة بأي تحرك سريع من أجل أن تبين ما هي هذه الجريمة وما هي ملابسات هذه الجريمة، لأن هذه المناطق أصلا تتعرض منذ وقت طويل إلى التهميش وإلى الإقصاء وإلى التعامل الطائفي المهين لأبناء هذه المناطق، والذي أدى بأن تصل حجم الجرائم بمثل هذا الحد وأكثر من ذلك، دون أن تتحرك كما تفضلت الآن الحكومة حتى تقوم بأي تصريح. لن تقوم الحكومة بمثل هذه الـ يعني التكلم عن هذه الجرائم. أولا هي لا تريد أن يعني تبين للرأي العام في العراق أن هناك جرائم تحدث بمثل هذه الطريقة، بل هي تريد على العكس التعتيم أولا على هذه الجرائم، ومن ثم فهي تبين بعدها الطائف وبعد التمييز والتهميش والإقصاء لهذه المناطق. دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.